السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم قصة جديدة، قصة فكرة جت من أخوكم عبد الرحمن. الفكرة كويسة بصراحة وعجبتني وبنيت عليها القصة، أتمنى إنها تعجبكم. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة زائد تفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد عندنا على القناة، زائد اللايك، وياريت تعليق تقول لي فيه رأيك، وإذا كان عندك فكرة جديدة تقولها لي، ويا ريت تشاركوها لأصدقائكم ولزمايلكم على مواقع التواصل، ونبدأ قصتنا. يلا بينا. قصتنا النهاردة اسمها الميراث. طبعا أول حاجة جات في دماغكم دلوقتي كلمة الميراث، يبقى إذا ده واحد ورث من أبوه أو ورث من أمه، يعني ميراث عائلة يعني. وطبعا اللي يورث الطبيعي إنه ممكن يكون بيورث عمارة، بيورث بيت، بيورث إن شاء الله حتى يكون بيورث حلة قديمة. المهم إن الميراث بتبقى حاجات مادية، حاجات تورث. لكن ميراثنا في قصتنا ميراث مختلف تماما. المقصود بالميراث اللي احنا بنتكلم عليه مش ميراث من النوع ده، الميراث المرة دي نوعه مختلف. ايه هو؟ هنعرف من قصتنا. قصتنا قصة شاب، الشاب ده اسمه وجيه. وجيه ابن راجل من الناس اللي زي ما بيقولوا كده غريب الأطوار، راجل اسمه نجاح مدكور. نجاح مدكور راجل، عارفين الناس اللي هم طول حياتهم بيلبسوا جلاليب، يعني مش من النوع اللي هو بيتقمع بقميص وبنطلون ولا لابس بدلة زي حالتنا، ولا ما بيلبس الحاجات دي، هو دايما على طول لابس جلابية، لأنه راجل في الأصل هو من بلد ريفي، لكنه عايش مش في الريف، عايش في المدينة. وليه بيت، البيت ده عبارة عن دورين. الدور الأرضي هو عبارة عن محلين موجودين بره، وجوه جوه المحلين دول او جوه لما تخش في مدخل البيت في باب شقه تدخل تلاقي صاله واوضه وحمام ومطبخ صغير. هو ده البيت من تحت. والدور التاني في شقه عباره عن 3 اوض وصاله وحمام ومطبخ، وهي دي اللي عايش الحاج نجاح ده او الراجل اللي اسمه نجاح ده واولاده فيها. نرجع بقى للعيلة. العيلة هي عبارة عن أب وأم اللي هو نجاح مدكور، ومراته الحاجة نفيسة تلمساني. حاجة نفيسة من الستات اللي هم يعني بيتقال عليهم الطيبين قوي، دي مرات الحاج نجاح، هي مخلفة منه وجيه ونجيب وزهرة، عندهم ولدين وبنت وعايشين عادي جدا. حاج نجيب ده اصلا شغال غفير، او يعني حب يدلع مهنته شوية، بيقول ان انا شغال في الامن، شغال غفير عند شركة من الشركات اللي هي بتشتغل في الحجارة يعني عندهم زي كسارات في الجبال. هو بيروح بيقعد هناك 15 يوم ويرجع ياخد 10 ايام في بيته اجازة او اسبوع، ويرجع تاني يقعد 15 يوم. فشغله كله تقريبا، مش تقريبا، هو فعلا كل شغله في الجبل. شغله عبارة عن انه غفير على المكان ده عشان بيحمي الكسارة من انها تتسرق.
طبعا هو انا مش هقول لكم ان الكسارة دي هي عبارة عن مكنة كبيرة جدا في لوادر وحاجات بتشيل كتل من الحجارة وبتحدفها جوه الكسارة، فالكسارة تكسر. مش هو ده بيت القصيد؟ المهم الحاج نجاح كان عنده ولاده، كان اكبرهم ابن وجيه. وجيه عنده في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عنده 26 سنة، شاب شغال في شركة من شركات المقاولات، هو شغال سباك، متعين سباك. المهم هو إلى حد ما ربحه مش قليل، مكسبه كويس، لكن مش المكسب اللي ممكن يخلي شاب زي دوت يقدر يخلص نفسه في جواز في مدة قصيرة. المفروض انه هياخد وقت طويل جدا على ما يتجوز. وهو كان خاطب بنت خاله، بنت خاله اسمها نجلاء، نجلاء علي التلمساني. وعلي التلمساني هو اخو امه نفيسة التلمساني. المهم كان الاتفاق على ان هما ليهم المدة من اول ما وجيه خطب نجلاء كان مدة الانتظار 2 سنين لحد ما يخلص نفسه ويتم الزواج. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، المرتب مش عايز يزيد ووجيه على قده، عمال بيحاول يشتغل بره وياخد شغل بره، لكن مهما خد مش قادر العقبة الكبيرة مش قادر يعملها، ألا وهي الشقة. هو عايز شقة عشان يتجوز فيها هو ونجلاء بنت خاله. يعمل ايه مع المحاولات؟ هو مش قادر يعمل حاجة او مش قادر يحلها. حد ما جه في يوم جات له الفكرة، الفكرة اللي كانت بداية المصايب كلها. وكانت الفكرة انه قعد مع امه الحاجة نفيس وبيقول لها: ياما. ايوه يا ابني. دلوقتي ياما انا مش عارف اجيب شقة، ايه رأيك لو كلمت ابويا يديني الشقة اللي هي اوضة وصالة اللي تحت اتجوز فيها، على ما ربنا يكرم وبعد الجواز ابقى اشوف شقة تانية وانقل فيها واسيب لكم الشقة تاني. بس يا ابني انت عارف ابوك الشقة ده ليه ما بيرضاش يخلي حد يخشها، ده حتى انا ما بيرضاش يخلينا اخشها. طب وبعدين يوم ما انت شايفة اللي انا فيه ونجلاء هتروح مني كده؟ شوف يا ابني انا اللي اقدر اعمله ان انا هكلم على اخويا اخليه ياجلك شويه. ياما ده اجلني 1 سنة كاملة، هياجلني تاني؟ مش يمكن يا ولا، بس انت شد حيلك. وحصل فعلا، والحاجه نفيسه كلمت الحاج علي اللي قال لها: يا حاجه نفيسه يا اختي، انت عارف انا بعزك انت وعيالك، لكن ابنك مش عارف يعمل حاجة والبنت حبوه وانت ما يرضيكيش كده. طب يا اخويا ما هو ما انت شايف الواد على اخو، واليومين دول اللي جاي على قد اللي رايح مش عارف يعمل حاجة. طب انا اعمل ايه؟ العفش وقلت اي حاجة يجيبها انا راضي، لكن حتى مش عارف يجيب حتة يلم البنت فيها. طب انا اعمل ايه؟ طب يا اخويا عشان خاطر طب اجله مدة كمان. يا نفيسة يا اختي مدة ايه؟ احنا اخرنا كان اخر الشهر ده، هو لما يجي اخر الشهر
حاجة من الاتنين، يا ابنك يجيب شقة ويتجوز البنت، يا دار ما دخلك شر ويبقى ما فيش نصيب، ونسيب البنت تشوف رزقها وهو يشوف رزقه. طب يا اخويا عشان خاطر. طب بص يا نفيس، انت اختي وانا ما بحبش ازعلك، المفروض ان كان معادنا اخر الشهر، انا هديله شهر كمان، بعد كده مفيش كلام. طيب يا اخوي. رجعت الحاجة نفيسة لوجيه ابنها وقالت له، طبعا ابنها ما كانش فرحان لان شهر ما كانش حامل معاه حاجة يعني، وراح قايل لها، ياما انا قلتلك الحل وانت مفيش فايدة، انت لو قلت لابويا واداني الشقة اللي تحت هتحل لي المواضيع كلها. طيب يا ابني، انا لما ابوك يجي للشغل هو هيجي على اخر الاسبوع، اما يجي هقول. طيب ياما، هو مفتاح الشقة معاكي ياما؟ ايه؟ او تنزل كده بص عليها يعني اشوفها محتاجة ايه؟ لا، لما ابوك يجي ونقول، ده ابوك ما بيرضاش يخليني انا اخش الشقة دي، معرفش هو حاطط فيها ايه؟ وانا عارفة؟ طيب ياما. ولفت الايام وجيه الحاج نجاح ولا الرئيس نجاح، رجع من شغله بعد الاسبوع، وبعد ما رجع بيومين تقريبا وهم قاعدين بياكلوا، قاعدين على الطبلية يعني، مش قاعدين على سفرة يعني، ناس على قدهم برضو، فقاعدين على الطبلية وهم قاعدين، وجيه عمال يبص لأمه وكأنه عايز يسألها، انت قلت له ياما؟ أمه فهمت لكن راح يتغمزله يسكت، لكن تعمل ايه في الطيش بتاع الشباب؟ وجيه راح قايل، هاي ياما قلتي لابويا؟ قالت عليه اهو. يا باصل يعني تنطع يالا، قالت لي على ايه؟ اصل يابا كان ليا كده عندك طلب. طلب ايه ان شاء الله؟ خير يابا خير. خير يا اخوي؟ ده هو الواد يعني كان عشمان فيك كده في طلب صغير يعني. اسكت يا نفيس، قول ايه الطلب؟ قول يا وجيه. اصل يابا كان يعني لو ممكن يعني. ممكن ايه يا ما تنطق. اصل يا اخويا كده كان عايز الشقة اللي تحت. ايه؟ شقة ايه يالا؟ يابا ده مدة بس كده على ما يعني اتجوز، وبعدين هشوف شقة تانية وانقل فيها. طب ما تشوف شقة تانية من دلوقتي، وانت عايز الشقة اللي تحت ليه؟ يابا ما انت عارف الظروف. يعني هي الظروف هتتغير لما تتجوز؟ انت هتفضل طول عمرك خايب اصلا، الظروف لا هتتغير ولا هتتعمل، ولو اتجوزت في الشقة اللي تحت ما انت مش هتطلع منها. لا يابا هطلع منها، اديني بس مهلة سنة هتجوز لمدة سنة فيه، وبعد السنة انا هاخد شقة تانية وهنقل فيها. لا ليه ياب؟ يا اخويا ربنا يخليك ليه، ما تديله الشقة وهي سنة الوقت يتجوز بس، وبعد كده يبقى يشوف له مكان تاني. اسكت يا نفيس. حاضر حاضر يا اخويا. عدى اليوم ونجاح قافل قفلة بيضة، مش راضي يوافق لوجيه على الشقة، والحاجة نفيسة عمالة، يا حاج نجاح ده الواد ابني وما تزعلوش، وقعدت حكيت له
اللي حصل ما بينها وما بين أخوها. حاج نجاح مصمم إنه ما إيه؟ ما يديش لوجيه الشقة. عادت الأيام، وجيه كان من الشباب اللي حاطين في دماغهم ان هم مفتحين، يعني كان بيشرب سجاير وحاجات تانية مع زمايله. قاعد في مرة مع مجموعة من زمايله قاعدين بيشربوا اللي بيشربوه، وزي ما تقولوا كده هو اتسطب. وهو سكران كده ومسطول قاعد يحكي على حواره مع زمايله، اللي قالوا له لا ده الموضوع ده ما يخلصش غير على ايد الواد ابراهيم لاشوح. مين ابراهيم لاشوح ده؟ ابراهيم لاشوح ده واد خلاصه، من الاخر هيخلصك من الموضوع خالص. ازاي يعني؟ ايه يا جدع مش فاهمنا ليه؟ ما تقول يا ابني انت وهو، انتوا ايه اللي قصدكوا فيه؟ ابراهيم لاشوح هيخلصك من ابوك. ايه خلاص انت اتخضيت كده ليه؟ براحتك، احنا جبنا لك حل وانت مفيش فايدة. خلصت الليلة وروح وجيه، كان الكلام والحوار ده خلاه فاق تاني من الصوت اللي هو كان فيه، لكنه الشيطان بدأ يلعب في دماغه، بدأ يلعب في دماغه انه عاوز ياخد شقة، عايز يتجوز. فيعمل ايه؟ بدأ دماغه يشتغل انه فيها ايه، طالما الموضوع هيبقى بعيد عني ومش انا اللي عامله خلاص يبقى كده كده انا براءة. بدأ يفكر في الموضوع فعلا، واثناء تفكيره لقى باب الأوضة بتاعته اللي هي أصلا أوضته هو وأخوه نجيب، لقى الباب بيخبط ولقى أبوه دخل. مساء الخير يا ولاد، رد وجيه هو ونجيب. مساء الخير يا أبو، تعال اتفضل. دخل وقعد يتكلم معاهم شوية، في وسط الكلام نجاح قال له وجيه شوف يا وجيه، انا مش ضدك يا ابني انك تتجوز، لكن انا عايز اقولك على حاجة، انت لو اعتمدت عليا من دلوقتي هتطلع مش هتقدر تشيل مسؤولية بيتك، وعموما الشقة انا هديها لك، لكن هديها لك لمدة 6 شهور بس، انت فاهم؟ فاهم ياب، ربنا يخليك لينا. لكن ليا شوية شروط حبقولها لك قبل ما اديك الشقة، والشقة انا هديها لك كمان 2 اسبوع، يعني بعد ما اجي من السفرية بتاعتي دي، لان انا مسافر بكرة، انا هسافر ولما ارجع انا هفضيلك خلال الاجازة، هفضيلك الحاجة بتاعتي اللي في الشقة وهديلك الشقة. ربنا يخليك لينا يابا. خلاص يال، هتضحك عليا؟ خلاص بقى انا هديك الشقة، بس خد بالك انا هعمل عقد ايجار ليك 6 شهور، وبعد 6 شهور هتطلع من الشقة، انت فاهم؟ فاهم ياب. وفعلا سافر ورجع وفضى الشقة
لكن كان ايه اللي في الشقة؟ حدش كان عارف، لكن كان في دكانة من الدكانتين اللي بره ما كانش في حد مأجرها، فكانت فاضية. فنجاح ده فض حاجته وحطها في الدكانة دي وقفل عليها وسلموا الشقة. لكن وهو بيسلموا الشقة قال له: انت ما تعملش حاجة في الشقة دي غير الدهان وبس. طب يابا يعني لو الحمام قديم وعايز يتجدد؟ انت اللي هتقعده فيها 6 شهور، لا تغير حمام ولا تغير اي حاجة. لو هتعمل اعمل نقاشة وبس. طيب يابا. وفعل وجيه جاب 2 من زمايله ليهم في الشغل ده، شغل الدهان يعني والنقاشة، ودوا للشقة 2 معجون على 2 بهية، خلوا الشقة زي العروسة. وفي الميعاد كان وجيه ومساعدة أمه واللي حوشه هو قدر يجيب أوضة نوم وأنطريه، حطهم في الشقة واتجوز. وبدأ بعد الجواز بحوالي 2 أسبوع وهو نايم يسمع أصوات غريبة. إيه هي الأصوات دي؟ هو ما كانش عارف، لكنها أصوات عاملة زي ما يكون مجموعة من الناس الكتير قوي قاعدين في مكان وبيتكلموا، لكن ما كانش فيه صوت فيهم واضح، يعني لا فيه صوت واضح لشخص بيقول كلمة معينة واضحة، لدرجة انه كان بيشك ان اللي بيتكلموا بلغة غير اللغة بتاعتنا، لغة مش معروفة. لكن أصوات كتير، منهم اللي صوت يقول إنه رجالي، ومنهم اللي صوت يقول إنه نساء، لكن كانت أصوات كتير وكانت بتيجي على أوقات، ولما بتيجي بتطول، يعني ممكن تصحيه من النوم الساعة مثلا 1 بالليل 12:30، وممكن تتنهى الأصوات دي شغالة لحد قبل الفجر ما يأذن، وأول ما قرآن الفجر يشتغل في المسجد اللي على أول الشارع الأصوات دي تروح. لكن قعد وجيه يدور على الأصوات دي مصدرها فين، كان كل مرة الأصوات بتنتهي في الطرقة أو في الحمام، الطرقة اللي هي ما بين المطبخ والحمام، يا إما الصوت ينتهي هنا أو يعني المصدر بتاعه يكون قريب من المكان ده، يا إما في الحمام. لحد ما جه في يوم، وده كان بعد جواز وجيه بحوالي 2 شهر، كان وجيه في اليوم ده بالليل حوالي 1:30 بالليل قام من النوم وراح يخش الحمام. دخل الحمام بتاعه، وعفوا يعني أثناء ما هو بيعمل حمام وهو قاعد على القعدة كده، كان قدامه الحوض. حمام ما كانش كبير، حمام صغير، فهو قاعد والحوض قدامه، لكنه هو قاعد ممكن لو مد ايده ومش فردها قوي يعني، بس مدها بس هيبقى حاطط ايده على الحوض. وكانت المراية فوق الحوض. اتفاجئ وجيه
إن المراية طالع منها ضوء أحمر. أول حاجة جت في دماغ وجيه إنه يبص على الشباك اللي في ظهر القعدة اللي هو قاعد عليها، ممكن يكون ده انعكاس لضوء أحمر جاي من الشباك. لكن الدنيا ليل والشباك أسود، إزاز الشباك أسود، ده معناه إن كل اللي ورا الشباك ظلمة، مفيش ضوء جاي من هناك. على ما بص ورجع للمراية لقى المراية لونها بقى عادي، خدش باله قوي وقال ممكن يكون كان الإضاءة جاية من الشباك، لكن أنا على ما بصيت كانت الإضاءة انتهت. هم خلص حمامه وبيرفع البنطلون وهو واقف وباصص في المراية، لقى النور بتاع الحمام اتطفى. طبعا هو ساعتها قال ممكن يكون نور اتقطع، لكن اللي خلاه اترعب مش خاف بس، ده اترعب لانه في اللحظة اللي النور اتطفى فيها شاف في المراية راكية النار. عارفين راكية النار؟ راكية النار دي عبارة عن نار، واحد حاطط خشب ورصه بشكل مثلثي كده ومولع فيه، فبيبقى عامل نار عالية كده، لكن النار اللي هو شايفها مطلعة لهب بنور أحمر، خلت الحمام حواليه كله منور، بس كله منور أحمر. أحد يقفل البنطلون بسرعة عشان يتحرك ويجري على الباب ويطلع، فبيبص على الباب عشان يطلع، لقى الشراعة بتاعت باب الحمام الصغيرة المربعة فيها نور، ده معناه ان الطرقة بالصالة بالمطبخ فيه نور، يعني كده الحمام بس اللي مطفي. ده خلاه جري فتح الباب بسرعة وخرج، وفعلا لقى الشقة كلها منورة. بعد ما خرج وجري وبقى في الصالة بيلف ويبص على الحمام، حمام منور. هو في اليوم ده كان شارب، فراح قايل لنفسه ده اشتغلت بقى، هو اللي انا ضربته النهارده الصنف ده كان حلو اول الدرجات دي ولا ايه؟ خد بعضه ودخل على اوضه نومه وعلى سريره جنب مراته وفرد جسمه وبدأ ينام. وهو بينام بيضرب بعينه على التسريحة، قام مفزوع لأنه تفاجئ إن مراية التسريحة فيها نفس جمرة النار. قام وقف بسرعة وجري طلع على الصالة، لكن وقف في الصالة وقال هو في ايه؟ هو ايه اللي انا عمال اشوفه بره وجوه؟ هو في ايه؟ لا دي حلها ان انا اغسل وشي ولا اكل اي حاجة تفصل البتاع اللي انا شاربه ده. كل ده هو حاطط في دماغه ان اللي هو شاربه هو اللي خلاه بيشوف الحاجات دي. جري على المطبخ لانه خاف يدخل الحمام اصلا يغسل وشه جوه، فجري على المطبخ وغسل وشه في حوض المطبخ. بعد ما خلص وهو خارج
وبيمد ايده على الفواطة عشان ياخد الفوطة ويمسح وشه. خد الفوطة وحطها على وشه وبيمسح ونشف وشه كويس ولسه بينزل الفوطة، صرخ. لقى كائن واقف قدامه جوه الحمام. اترعب من شكله، الكائن ده جسمه كله احمر، احمر لدرجة انك تحس ان ده انعكاس لون النار. عارف انت الاشكال الاسطورية اللي ممكن تكون بتشوفها؟ شكل فعلا شكله اسطوري، الجسم قريب من جسم الانسان لكنه مش بشري، بعضلات مفتولة بشكل غريب، راسه 90% من الشكل شكل خروف لكن مش بوز خروف، بوز بشري. اما العين فعينه هي فعلا نار، وليه شعر نازل وشعره طويل، شعره نازل على ظهره لحد نص ظهره وشعره اسود، لكنه واقف وبيطلع من مراخيره اللي فتحاتها كبيرة بيطلع منها دخان. وجيه وقف اتسمر، ما بقاش عارف يعمل ايه، بقى مرعوب. وفجأة وجيه كل اللي فكر فيه انه يهرب، جري بسرعة، جري على باب الشقة لكنه ملقاش باب الشقة، لقى مكان باب الشقة حيطة مقفولة. وجيه صرخ ووقع واغمى عليه. وجيه فاق على نجلاء وهي بتصحيه. يا وجيه يا وجيه يا وجيه قوم. ايوه في ايه؟ انت مالك كده؟ انت رعبتني. رعبتك؟ هو انا فين؟ فين؟ انت على السرير اهو، انت نايم. على السرير؟ انا ايه اللي جابني على السرير؟ اللي جابك على السرير؟ ما انت على السرير من ساعة ما نمت امبارح. لا سرير ايه؟ وانا ما قمتش ورحت على انت لا قمت ولا رحت ولا جيت. وجيه قام ودماغه بقت تودي وتجيب، يعني كل اللي انا شفته ده كان كابوس، ولا ده مثلا ممكن يكون من تأثير الهباب اللي انا كنت شاربه امبارح؟ وجيه طلع وراح على شغله الصبح، وطول ما هو في الشغل دماغه عمالة تودي وتجيب، يا ترى ايه اللي انا شفته ده، وهل ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ وكان اول قرار ياخده وجيه انه مش هيشرب البلاوي دي تاني، لانه ممكن تكون دي تهيؤات نتيجة للحاجات دي. المهم خلص شغله وروح ولقى نجلاء عامله له لقمه، قعد كل شرب كوبايه الشاي وهو قاعد
لكن وهو قاعد بيشرب في الشاي كان سرحان، كان عمال دماغه يودي ويجي، نسي اللي حصل معاه امبارح وقعد يفكر في مشكلته الأساسية، ألا وهي الشقة. أنا عدى عليا دلوقتي شهرين تقريبا، طب أعمل إيه؟ أنا معملتش فلوس تجيب شقة، طب أبويا قال لي 6 شهور وهيطلعني، طب أنا أعمل إيه؟ أثناء تفكيره وهو بيفكر سمع نجلاء بتقوله: ايه يا وجيه مالك؟ ابدا ابدا يا نجلاء مفيش حاجه. مالك بس اتكلم واحنا نتكلم بصراحه وقول لي بس في ايه. بدا يحكي وجيه لنجلاء ويقول لها اللي هو فيه ومشكله الشقه. والله يا حبيبي انا لو معايا شبكه وانت كنت جبت لي شبكه كنت قلت لك خد بيعها وهات لنا بيها شقه، لكن مفيش معايا غير الدبله بتاعتي اللي انت جايبها، لو عايز تاخدها وتبيعها خدها، بس دي مش هتعمل حاجه. مش عارف. لا يا نجلاء طبعا، بس مش عارف اعمل ايه، عدى علينا شهرين وهو قربنا نخش على التالت، لحد دلوقتي ما عملناش حاجه، والمهله اللي مديهاني ابويا قربت تخلص. انا مش عارف. أثناء تفكيره كلامه مع مراته سمع حد في ودانه بيقول: الحل في ايدك. بص يمين وشمال، مراته قالت له: مالك بصيت يمين وشمال في ايه؟ ها هو مين اللي كان بيتكلم؟ كلم ايه، هو في غير انا وانت؟ لا لا، في حد اتكلم دلوقتي يا حبيبي. مفيش حد، انا وانت بس اللي في الشقه. يا ماما انا لسه سامع حد دلوقتي بيتكلم. مين يا حبيبي؟ مفيش حاجه، انت تلاقيك محتاج تنام، قوم خش نام. انا فعلا تعبت النهارده في الشغل. طيب انا هقوم انام شويه وبعدين يحلها المولى. قام ودخل على اوضته، وهي قامت بقى تشيل في الاكل وتظبط حالها وهي في المطبخ، وعماله بقى بتغسل في المواعين وتلم باقي الاكل والحاجات اللي انتوا فاهمينها. هو نام على السرير وحاجه كده زي ما تقولوا اللي هو ما بين النوم والصحيان، لقى حاجة واقفة قدامه، نفس الكائن اللي شافه امبارح لقى واقف قدامه، لكنه المرة دي كان بيقول له: الحل في ايدك. وجيه بدأ يجيله نوع من الجراءة شوية. ازاي؟ حل ايه؟ مين؟ انت مين وقت المين؟ اقتلوا. طب اقتل مين؟ كائن ده قاعد يضحك الضحكة دي واختفى، لكن لما اختفى وجيه قدر يتحرك بعد ما كان متكتف في مكانه ومش قادر يعمل اي حاجة. قام بسرعة من على السرير واتفزع وطلع جري على بره وقال لمراته: سمعتيه مش كده؟ انت سمعتيه صح؟ سمعت مين؟ الصوت اللي كان معايا جوه. سمعتش حاجة؟ متأكدة؟ ازاي؟ ده كان جوه دلوقتي وبيقول لي اقتله. هو مين اللي كان جوه وتقتل مين؟
مش عارف. لا انت باين عليك اتجننت رسمي يا نجلاء. ما تصعبطيش، انت سمعتي صح؟ والله العظيم ما سمعت حاجة. انت في ايه؟ طب اعمل لي كوباية شاي، اعمل لي كوباية شاي. عملت له الشاي وهو قاعد في الصالة وهو عمال دماغه تودي وتجي. طب امبارح انا قلت ممكن يكون ده من اللي انا كنت شاربه. طب انا النهاردة ما شربتش حاجة. طب ايه بقى ده؟ ايه؟ طيب يعني ايه اللي حصل لي؟ او ايه اللي حصل ده؟ او مين اللي طلع لي؟ طب عايزنا موت مين؟ ومين هو الاصل؟ قعد يفكر يفكر ملقاش حل. وهو بيفكر النوم جاله، كان عايز ينام. قام عشان يدخل اوضه النوم ينام. اول ما وصل عند الباب خاف يدخل. لا، في الحمام طلع، وفي اوضه النوم طلع. ده كده ما بيطلعش غير في الاماكن اللي فيها مرايات. انا هنام هنا، هنام في الصاله. راح رايح على الكنبه وراح فارد جسمه ونام. وهو نايم بالليل سمع ضحكة، لكن كانت ضحكة طفل صغير زي ما يكون في حلم. لقى نفسه واقف في مكان هي الشقة اللي هو فيها، لكن قبل ما يعمل لها نقاشة، قبل ما يعمل للشقة دي أي حاجة، يعني الشكل اللي هو شافه الأول، لكن شاف فيها حاجات كتير متبعترة، كتب وأزايز فيها حاجات كده غريبة، وعظم مرمي على الأرض، ولقى كلب مش عارف هو ميت ولا نايم، ولقى طفل واقف بيضحك. راح عليه عشان يشوفه ده مين. وهو رايح الطفل جري منه، لكن جري ودخل على الحمام. جري وراه لكنه خاف يدخل الحمام، لكنه بص من بره على جوه الحمام، لقى الحمام فاضي. الطفل اختفى. لف ورجع تاني، لكن لما رجع وراح تاني مكان نايم، شاف نفسه نايم. ايه ده؟ هو انا هنا ولا انا اللي نايم؟ يعني انا ازاي شايفني؟ مفكرش كتير، لانه لقى نفسه اللي نايم ده، الكائن اللي هو كان شافه جه عليه وشاله زي الطفل على ايديه، وبدأ يتحرك ناحية الحمام. وجيه بقى يصرخ ويقول له سيبني. ده وجيه اللي واقف، مش وجيه اللي متشال، لان وجيه اللي متشال عامل زي ما يكون جثة مش حاسس بحاجة. وجيه اللي واقف عمال بيصرخ ويقول له سيبني، لا سيبني سيبني، ما تودنيش الحمام. الكائن عند باب الحمام لف دماغه
180 درجة، يعني فجأة وشه اللي كان قدامه وكان في وش الحمام أو في اتجاه الحمام لف رقبته وبقى وشه في ظهره باصص لوجيه اللي واقف وقال له: عرفت ان انا اقدر اهدى في اي وقت؟ ايه صحي من النوم؟ ده كان كابوس. لكن كابوس ايه؟ انا كنت فين وده خدني ليه؟ طيب لو هو خدني، طب انا ازاي ابقى اتنين في نفس الحلم؟ طب مين العيل الصغير؟ طيب هو جري ودخل الحمام واختفى فيه. طب كان عايز يقول لي، طب فين الكلب؟ طب ايه الحاجات اللي انا شفتها؟ شفت حاجات كتير، كتب وازايز مليانه حاجات وعظام. ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها؟ وجيه ما بقاش عارف الدنيا دي كلها هي ايه. لكن وجيه تفكيره ما بعيدش كتير، لانه لقى صوت اذان الفجر. مجرد ما سمع الصوت حالته النفسيه هديت جدا ونام تاني، لكنه ما شافش حاجه. والصبح راح الشغل بتاعه، وكان ليه واحد زميله اسمه الشيخ خالد. الشيخ خالد كان من الناس الملتزمين دينيا، وكان راجل يعني من اللي بيقولوا عليهم بيفسروا الاحلام، زائد ان هو يعني كان بيسمع وجيه ان الشيخ خالد ده لو في حد عنده مس او حاجة يعني خاصة بالجن كان بيعرف يتعامل معاها وكان بيخلصه من اللي هو فيه. خد قرار وجيه انه النهاردة يكلم الشيخ خالد ده ويقول له على اللي هو شافه واللي حصل. وفعلا في ساعة الراحة بتاعتهم راح للشيخ خالد في المكان اللي هو شغال فيه. السلام عليكم يا شيخ خالد. وعليكم السلام. اهلا، اتفضل يا اسطى وجيه، عامل ايه؟ الحمد لله يا شيخ خالد. والله يا شيخ خالد انا كنت عايزك في موضوع كده. خير يا اسطى وجيه؟ اصل بصراحة كده يعني. طيب قبل ما تحكي انا عايزك تيجي معايا بس كده نروح نتوضى ونصلي الظهر. طب روح انت بس، روح انت يا شيخ خالد، انا هستناك هنا. طيب شيخ خالد راح صلى الظهر ورجع وقال له: اتفضل يا استاذ وجيه، اتفضل قول. بدأ وجيه يحكي للشيخ خالد كل اللي حصل له من بعد ما اتجوز لحد امبارح. الشيخ خالد قال له: وانت تعتقد يعني انه يكون في حد يعني عامل لك سحر؟ انا مش عارف، لكن ده ممكن يكون ايه يا شيخ خالد؟ لا ده انت الموضوع بتاعك واضح انه الموضوع كبير، لكن انا ما اقدرش احكم على الموضوع من هنا. يعني ايه؟ يعني لازم اشوف الموضوع بنفسي. يعني هاخدك اخليك تحلم معايا يعني يا شيخ خالد؟ لا مش الدرجة دي يعني يا وجيه، لكن ان شاء الله بعد بكرة هاجي معاك وهبص على شقتك كده وربنا المستعان. بعد بكرة؟ طب ما تيجي معايا النهاردة ولا بكرة؟ ليه بعد بكرة؟ معلش اصل انا مرتبط بمواعيد اليومين دول، فان شاء الله معادي معاك بعد بكرة. هنطلع من الشغل من هنا على هناك. وجيه بعد اليوم ده روح
وهو دماغه شبه مرعوبة. خد بعضه وطلع على أمه حاجة نفيسة. وعليكم السلام يا حبيبي، تعال. بعد ما قعد معاها شوية قال لها: يما، هو أنا عايز أسألك على حاجة كده يعني. قول يا اسأل. هي الشقة اللي تحت بتاعتنا يعني دي، كان حصل فيها حاجة قبل كده ولا حاجة؟ حاجة؟ حاجة زي ايه يا ولد؟ يعني اي حاجة كده خاصة بالسحر، حد مات فيها، اي حاجة كده يعني. لا يا ليه، هو في حاجة ولا ايه؟ والله يا اما انا بشوف حاجات غريبة في الشقة ده ايه، ومش عارف ايه هي. حاجات غريبة؟ حاجات غريبة زي ايه؟ خلاص يا اما خلاص يا واد احكيلي. يما خلاص خد بعضه ونزل، والليلة دي ما حصلش فيها حاجة يعني قوي، غير انه يدوب حلم بنفس الشخص وطلع قال له: الحلم فيه، واختفى تاني. وعليها تاني يوم راح شغله، واليوم ده كان معاد عودة أبوه من السفر. وبالليل بعد ما رجع لقى أبوه بعت له ظهر أخته وبتقول له: يا وجيه. أيوة يا زهرة، تعال. بقولك يا وجيه، أبوك عايزك فوق. طيب يا زهرة، حاضر. طب تعالي، طيب انا هشرب كوبايه شاي اشربي معايا وبعدين نطلع. لا انا هسبقك انا عشان ابوك عايز، بس ما تاخرش. طيب حاضر، قول له هيشرب الشاي وجاي. شرب الشاي وخد بعضه وطلع لابوه عشان يشوفه عايزه في ايه. ابوه قال له: ايوه جيه، عامل ايه؟ الحمد لله يابا. اخبارك ايه واخبار الجواز معاك؟ تمام يابا الحمد لله. ايه يا ابني، مفيش حاجه في الطريق ولا ايه؟ والله يابا احنا عملنا تحليل كده، والتحليل بيقول ان في حمل، يعني ربنا يسهل. طيب يا ابني مبروك. وعملت ايه في موضوعك بقى؟ عارف يابا عارف انت بتسال عشان الشقه. ايوه. طيب يابا، بس اصل يعني والله انا عمال بحاول، بس الايد قصيره، ويعني اعمل ايه؟ طيب لا انا متفق معاك، بعد ما يخلص 6 شهور هتطلع، انا ماليش دعوه. وراح مميل عليه وقايل له: كفايه اللي انت بتشوف. اتفزع وبص لابوه قال له: ايه هو انت تعرف ايه اللي انا بشوفه؟ بص لابوه وبمنتهى الهدوء قال له: طبعا طبعا. هو انت اللي حطه ولا يعني اللي انا بشوفه ده ايه؟ طيب ولا ايه ده؟ حلها انك تاخد شقة تانية، تطلع بره الشقة دي. لو قعدت في الشقة دي اكتر من 6 شهور انت ممكن ما تقعدش اصلا ولا تعيش. وعلى فكرة الحق قبل ما العيل اللي في بطن مراتك ينزل فيه الروح، لانه لو نزلت فيه الروح وانت جوه الشقة دي مش هتلاقيه اصلا، هيختفي. ايه؟ انا بقولك وخد بالك، قوم انزل لمراتك اجري يا بطل. انزل، مش هقولك على حاجة، انزل انزل. خد بعضه ونزل، وهو دماغه عمالة تلف وتروح وتيجي وتودي وتجيب، وقرر انه تاني يوم يروح للشيخ خالد السكري ويحكي له
اللي حصل ما بينه وبين أبوه. وفعلا تاني يوم الصبح راح شغله ودخل راح عند الشيخ خالد وراح حكيله. الشيخ خالد كان مستمع جيد جدا، وبعدين قال له: واضح ان اللي انت فيه ابوك عارفه كويس. طب اعمل ايه يا شيخ خالد؟ هو ابوك قلتلي بيشتغل ايه؟ ابويا شغال غفير في مصنع من اللي هم بتوع الحجارة على كسارة. يعني شغله في الجبل. ايوه. طب بص يا وجيه، انت حلك فعلا انك لازم تسيب الشقة دي؟ ضروري، لان الشقة دي فعلا ممكن تأذي اللي في بطن مراته، فعشان كده لازم تسيب الشقة، او على الاقل تبعد مراتك عن الشقة. طب والحل دلوقتي؟ هاجي معاك عشان بس اشوف الشقة دي واشوف ايه اللي فيها بالظبط، لكن انت لازم تسيب المكان. خدوا وراحوا على الشقة. شيخ خالد وهو واقف بره على باب البيت، وقبل ما يخشوا باب البيت الشيخ خالد وقف بره قدام باب الدكانة المقفولة، وجات عينه على حاجة كده تحت باب الدكانة. حاجة دي هي عبارة عن بودرة لكن لونها محمر شوية، تحت حرف الباب، يعني زي ما تقول كده دي حاجة واقعة جوه الدكانة وحرف منها كده باين تحت باب الدكانة. وقف قدامها شوية وجيه لاحظ وقال له: يا شيخ خالد مالك عمال تبص قوي كده، في حاجة هنا ولا ايه؟ ايه؟ لا ما تشغلش بالك، هو الدكانة دي بتاعت مين؟ البيت ده كله بتاعنا. يعني الدكانة دي معاكم؟ مش مأجرينها لحد يعني؟ لا ده احنا مأجرين التانية دي. لا دي مش متأجرة. طيب شقتك فين؟ هي اللي في الدور الأرضي. طيب. وأول ما دخلوا باب الشقة الشيخ خالد قال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشقة دي فيها روح خبيثة. وجيه قال له: إيه يا شيخ خالد؟ وأنت لسه دخلت ولا قريت ولا قلت أي حاجة؟ شوف يا وجيه، الشقة دي فيها روح من الأرواح الخبيثة بتاعت الجن، وده أنا حسيته أول ما دخلت، لأن الروح دي عاملة حاجة مش طبيعية في الشقة، ما بيحسش بيها أي حد، لكن اللي أنا متأكد منه إن في روح خبيثة هنا، والروح دي ممكن تكون هي الكائن اللي أنت حكيت لي عنه، أو كمان ممكن تكون الروح دي هي اللي بتتحكم في الكائن، يعني ممكن يكون في أكتر من كائن. إيه؟ أيوه دي الحقيقة اللي لازم أقولها لك، الشقة دي يا ابني صعب إن أنت تفضل فيها، لأن الشقة دي كده فعلا هتأذيك وهتأذيك جامد، وأنا مش هقدر على الشقة دي. طب أعمل إيه؟ ولا حاجة، شوف لك شقة في مكان تاني وروح اقعد فيه، لكن القضية دلوقتي مش في الشقة. أمال القضية في إيه يا شيخ؟ القضية دلوقتي في مين اللي عمل الشقة دي كده؟ تقصد إيه؟ أقصد إن اللي جاب الكائن ده هنا هو الشخص اللي حط مواد وحاجات سحر
في الدكان اللي بره. مين هو؟ ايه يعني؟ ايوه هو. تقصد ابويا؟ ليه لا؟ لان اللي انا شفته بره ده حاجة اسمها تراب الزعفران، وتراب الزعفران ده ما بيستخدموش غير الصحراء اللي بيستخدموا السحر السفلي. يعني ده اكيد من الحاجات اللي ابوك حطاها هناك اللي هو بيستخدمها، وهو اللي جاب الكائن الغريب والروح الشريرة اللي موجودة جوه الشقة دي، واللي هو قاله لك ده حقيقي، لانه مهما كان ابنك او بنتك دول هيبقوا احفاده وهو هيخاف على حفيده، فعشان كده مش عايزك تفضل. طب انا اعمل ايه يا شيخ؟ هي ملهاش عمل بالنسبة لك غير انك تسيب الشقة، اما ابوك فده موضوعه كبير. لو عايزنا اخش في الموضوع يبقى لازم اقعد مع ابوك، بس ما اقعدش مع ابوك هنا، لان ابوك قوته هنا. ما تقعد معاه فين؟ عايز نقعد مع ابوك، اقعد مع ابوك في اي جامع. هو ابويا بيصلي؟ شفت، اكيد ابوك هو اللي عامل كل ده. وده كانت نهاية الجزء الأولاني، وأتمنى يكون عجبكم، والجزء الثاني هنشوف فيه المناظرة أو التحدي اللي هيكون ما بين الشيخ خالد ونجاح مدكور، ويا ترى هينتهي بإيه؟ وايه اللي هيعمله، والمفاجأة اللي هيعملها وجيه، والمفاجأة الافظع اللي هيعملها اخوه نجيب. وانتهت قصتنا، واتمنى انها تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة زائد تفعيل زر الجرس و المشاركة. وأتمنى إن كل واحد يديني تعليق برأيه في القصة، واللي عنده فكرة جديدة بقصة جديدة ما عنديش أي مشكلة إن أنا أقولها. السلام عليكم.